لأنهم أبناء الجامعة الأم، وإيمانا منهم بأن تكون لهم بصمة في قضاياهم العربية والدولية، ولأن القدس هي قبلة هذه القضايا. امتد ظهر اليوم المئات من الطلبة من شمال الجامعة إلى جنوبها في سلسلة بشرية تحت عنوان أطول سلسلة بشرية من أجل القدس. في هذه اللحظات الرائعة الجميلة جدا نلحظ أعداد حاشدة وكبيرة من طلاب الجامعة الأردنية الذي أعلنوا الآن انتمائهم لقضيتهم الأولى وبوصلتهم الأولى، قضية القدس والأقصى. وتأتي هذه الفعالية بتنظيم من لجنة القدس المنبثقة مؤخرا عن اتحاد الطلبة، التي أكد فيها المنظمون على أن المسجد الأقصى وجميع المقدسات في أرض فلسطين المحتلة هي مسؤولية جميع المسلمين، وسيقفون جميعا طلابا وطالبات في وجه كل من يحاول تغييب هذه القضية الأم. هذا وتخلل الفعالية اتصال هاتفي بشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح وكلمة للدكتور محمد المجالي. لننتهي من الإقليمية النتينة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها منتنة، لنحب أوطاننا، لنتعاون بأخوة رائدة، ليكن عندنا الوعي بالوعي وباليقين بالله سبحانه وتعالى وبالثبات على مواقفنا وحقوقنا، وأن نزدري كل معاني الفرقة التي يريد عدونا أن يزرعها فيما بيننا. بعيدين كثير عن الأقصى، فالمشاركة في هذه السلسلة كان أبسط إيش ممكن نقدمه للأقصى ولا نصة الأقصى. ومع انتهاء هذه السلسلة كانوا على موعد آخر وفي فعالية جديدة، ومهرجان عتمات السجن الذي سلط الضوء على معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال ومدى التواطؤ الدولي والعربي لقضيتهم. اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بالتعاون مع الحاملة الأردنية للأسر الشباب في سجون الاحتلال الصهيوني. طبعا قضية الأسر قضية شائكة جدا وتهمنا نحن، يعني هاي أقل شيء نقدر نقدمه لهم. كما استضاف المنظمون بعض أهالي المعتقلين وعلى رأسهم أهالي الأسير عبد الله البرغوثي. وقد تخلل المهرجان كلمات ووصلات إنشادية ركزت في مضمونها على الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. وسالت جرح ابنه خطا على القدم، فخط بالجرح فوق الأرض من دمه فدا فلسطين كل العرب والعجب. دائما طلبة الجامعة الأردنية في مقدمة المتابعين والمطالعين لقضاياهم العربية والدولية، فمن سلسلة بشرية للدفاع عن الأقصى إلى مهرجان خاص بالأسرى، وكلها تصب في القضية الرئيسية فلسطين المحتلة. أحمد ياسين حلبية، المكتب الإعلامي، اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.